الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت مديرية الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان أن الأموال التي تجبى من المواطنين في دوائر المرور لا تصل لها في ملفات، إلى أن بصماتها موجودة على الطرق الخارجية. وقال مدير دائرة الطرق والجسور حسين كاظم إن هناك لوما كبيرا من قبل المواطنين على مديرية الطرق والجسور بسبب كثرة التخسفات والتصدعات الموجودة في الشوارع، إلا أنه برر ذلك بأن الأموال لم يتم جبايتها من المواطنين في دوائر المرور ولتصل إلى مديرية الطرق، وإنما تذهب إلى وزارة المالية، وبالتالي فلا توجد تخصيصات مالية كافية لغرض إجراء عمليات التعمير. وفي إطار تراشق الاتهامات بالتقصير والإهمال الحكومي، حملت وزارة الزراعة كلا من وزارتي التجارة والمالية مسؤولية تأخير المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين والتي أدت إلى فشل تنفيذ الخطة الزراعية، كما حملت وزارة الزراعة وزارة الصناعة المسؤولية نتيجة تأخرها بتوريد الأسمدة إلى شركات التجهيزات الزراعية وفق الاتفاق الموقع مع الوزارة لغرض منحها إلى المزارعين والفلاحين، فضلا عن عدم إيفائها بالاتفاقية الخاصة بالأسمدة لإتمام تنفيذ الخطة الزراعية وتطوير الإنتاج النباتي. كما أشارت وزارة الزراعة إلى أن اللجنة المالية النيابية المنتهية ولايتها لم يكن لها دور مساند لدعم وزارة الزراعة، ما أثر سلبا على إنجاز الخطط الزراعية. طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية بصرف المستحقات المالية للفلاحين حتى لا يؤثر عدم صرفها سلبا على القطاع الزراعي في العراق. وأضاف رئيس الاتحاد حسن التميمي أن سماد اليوريا مفقود في مخازن التجهيزات الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي، لا سيما أن الفترة الحالية هي بداية زراعة القمح، لذلك فإن عدم صرف المستحقات للفلاحين سيعرقل الخطط الزراعية الخاصة بإنتاج القمح في العراق. قررت وزارة الزراعة في كردستان العراق تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها تحديد أسعار بيض المائدة وتنظيم استيراده بهدف تغيير آلية تحديد السعر بما يخدم المصلحة العامة وأصحاب المشاريع على حد وصف الوزارة. وذكر بيان صادر عن وزارة الزراعة بأنها ومحافظ أربيل أوميد خوشنار قررا اتخاذ جملة من الإجراءات بشأن سعر بيض المائدة للحد من الروتين والعمل باتجاه زيادة تسويق محاصيل المزارعين في محافظات كردستان العراق إلى مناطق وسط وجنوب العراق. تظاهر عدد من أهالي محافظة السليمانية في كردستان العراق احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. مصادر صحفية أفادت بأن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين قضاء كالار ومركز مدينة السليمانية، وطالبوا بإعادة أسعار الوقود للسعر السابق في ظل الارتفاع الكبير والذي عبر حاجز 1000 دينار خلال الأيام الماضية. يأتي ذلك بينما طالب نواب في برلمان كردستان العراق باستضافة رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ووزير الثروات الطبيعية لمناقشتهم بشأن أسباب ارتفاع الأسعار. توقع البنك الدولي عدم تراجع أسعار النفط قبل عام 2023 أو 2023، فيما أكد أن الارتفاع قد يهدد النمو العالمي. ويقول البنك في تقريره إنه من المتوقع أن تسجل أسعار الخام في نهاية العام 70 دولارا للبرميل، أي بأعلى 70% من مقارنة بعام 2020. هذا بدوره يتسبب في ارتفاع أسعار سلع طاقة أخرى مثل الغاز الطبيعي. وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إيهان كوسا إن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة على التضخم العالمي في المدى القريب، وإذا استمر يمكن أن يؤثر على النمو في دول تستورد الطاقة.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.